عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة ناقش خلالها تقرير لجنة المشتركة حول الدراسة المقدمة بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر. أكدت الدراسة أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد وللمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تناولت تقرير اللجنة المشتركة حول تفعيل دور التعاونيات في مصر. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أكد أن الدستور المصري يتضمن عددا من النصوص التي تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر. تضمن الدستور المصري عددا للنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، وأكد أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. كما أولت الدولة اهتماما بالغا بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية ومنظمة العمل الدولية. وأوضح التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ أن تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني خطوة هامة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. تأتي فلسفة عمل التعاونيات بغرض تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بتمويل ذاتي لا يرغ موازنة الدولة، ويأتي ذلك اتساقا مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي المقام في أكتوبر 2022. وفتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الباب أمام النواب للتعليق على تفعيل دور التعاونيات في مصر التي تساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للأفراد والمجتمع ككل. في جمهوريتنا الجديدة ونحن نسعى لتأسيس أوضاع تدعم القطاع الخاص، أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا جذب الاستثمارات بكافة أنواعها ومصادرها، فإنني أرى أنه الأولى دعم هذا القطاع القيم، قطاع التعاونيات، لما يعتبر فرصة مهمة ووسيلة غاية في الأهمية ومثالا نموذجيا للتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا. فموضوع التعاونيات يستمد أهميته من الظروف وتداعيات والتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي والداخلي في مصر. فالحقيقة نحن في أمس الحاجة للتوسع في عمل التعاونيات، لأنها تهتم بمجالات هامة للمواطن ونمط ناجح لتحقيق التنمية المستدامة. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن يواصل المجلس مناقشاته في جلسات قادمة.